حصلنا بس عم تقتل. تمام، جاي النهارده ومبسوط وفرحان تستقبل كل البلد بشحنه، كل المصريين بشحنه سبعة بس وبلده ومنطقة حلب بتحبه كريم أصلا. رامي وسط أهله والناس وعامل إزاي؟ تمام 100%، رجل محترم ومؤدب وبيعرف يتعامل مع الناس كويس، بيستعرض عضلاته. لا 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 ولا مرة شوف ولا مرة دي خط أحمر عنه. ما وردتكوش في خناقة قبل كده؟ أبدا أبدا أبدا، عمره دخل في خناقة أبدا، ماليش في خناقة مرداش. متغرب من امتى؟ والله أنا وقت ايوه كان فترة في الكويت شوية لعبة كمال الأجسام دي هو ابتدأها من بطين، بطين في جيم في البلد وهو كان دائما بحكم دراسته بيروح يخلص الدراسة وياخد هوايته في المكان. لسه بيشتغل في الصيد لما بينزل بيحب ينزل المراكب؟ خلاص هو اصلا ما بيحبش الصيد، ما بيحبش الصيد، مع انه كان شغال في الصيد وقال ان هو لا كان شغال هوايه. والده كان موجود وكان بيطلع البحر يوم ويبطل 10، انما كصياد لا مو بالصياد من عمره وصغير، لكن الهوايه يعني بيروح يطلع وياه مره ولا حاجه او الشهر وبتاع. لما طلع الرياضة كانت هي أخذ كل وقت. سبب تسمية رامي، مين اللي سماه رامي؟ أبوه طبعا، هو سماه رامي أبوه.